السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا في صحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد وجمعه طيبه. هاد الفيديو راه مسجلها البنات شحال هادي قديم عندي، ودرت الصوت مركب على المقدمه وغادي ننزل لكم ان شاء الله اليوم. كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده، ويا ربي الشفاء للجميع المرضى يا ربي. واحد الاخت كانت دارت واحد العمليه، غتكون دارتها حيت مابقيتش سجلت فيديوهات جداد. كنتمنى الله يشافيها ويعافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين يا ربي، ويحفظكم حتى نتوما ويعطيكم صحيحتكم وينوركم يا ربي. غنشارك معكم واحد التويشيه كتقرص، رايي فيها بصراحه واش زوينه ولا لا. انا شريتها وغنقول لكم رايي فيها بالنسبه للاخوات اللي باغيين يشريوها. وعشيوتي وواحد الدواء ديال فقر الدم اللي كندير ريحانه، والحمد لله لقات عليه صحتها. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. اول حاجه هي البنات نضرتها، عجنت العجينه حيدتها عليا حيت الحال شي شويه بارد، وانا في العشيه كدور الشمس، كتلحق هذيك جوج ثلاثه كدور عندي الشمس للكوزينه، حيدت عليا العجينه هي الاولى. غنفطر منها، غادي ندير الفطور نفطرو وعاد ندير الغدا ديالي ان شاء الله. وخليت الفران شاعل، درت العدس كيتحمر، العدس اللي كنقاد الريحانه غنشاركو معكم نيت اليوم ان شاء الله باذن الله. درت شويه تحمر باش نقادو على حساب فقر الدم، صراحه زوين. درت التحاليل خرجوا لي زوينين، انا غنشاركو معكم. غير العمليه ما غاديش نديرها دابا، تيبرد الحال شي شويه على حساب الحلاقم، وعنده واحد الولد سيسخر، عنده حلاقم وولد سيس خاصين نحيدهم ان شاء الله يبرد الحال ونديرها. هنا عجنت خبيز ديال البنات جار طبعا مزويناتو، درت فيه هذاك سبيسيال والنخاله والفرينه، شوفوا جانا مزويناتو. صافي هضر الخبز ديال واحد 3 ايام ولا 4 ايام. صراحه شحال بقيت عجنت لحقاش كان شويه الصهد، مبقيتش قادر على الفران، ولكن اليوم نضت هو الاول حيدتو عليا. نفطر ونطيب الغدا ان شاء الله باذن الله. عندي شويه الحوت في الفريكو غادي نجبدو وندير شلايضات والتخربيق مهم. وغندوز معكم واحد التويشيه باش نتهنيكم شويه من التكراس، ونشوفوها واش زوينه ولا ما زويناش، واش تستاهل 60 درهم ولا ما تستاهلهاش. يلا خليكم معايا ما تشوفي. وجدت الفطور، درت البنات شويه البيض في مقيله زويتينات حارين، كيعجبني فطر بالزيتون في الصباح والله. هي الكحل هي هذا، شويه زيت العود وانا وريحانه ومول الدار. صافي واتي ها هو نفطر ورجع معكم. صافي غسلت الماي هنا تاع البنات، حيدتهم عليا، غادي نمسحهم وردهم في البلاصه باش ما يتجمعوش. وغادي ندوز نعجن شويه البطبوط باش نجرب ديك التويشيه اللي قلت لكم، عاد رد العشاء بصراحه. خلي حيت تفطرنا مزيان والبيض كينفخ، ما غاديش نتغداو بكري، نتغداو حتى ديك 6 7 تقريبا. انا بحال هادي راه صيام متقطع، كنفطر شويه معطله ونتغدى ونتغدى ولا نتعشى بكري. صافي جاتني مزيانه هكا احسن ليا، كنبات مخففه. صافي ندوز نعجن دابا نتوما معايا واحد العجينه ساهله كندير البطبوط كما درت العجينه، ما فيهاش تمره كاع، كيجي داكشي زوين والله، كيجي الخبز زوين. خليكم معايا. هنا عندي واحد معلقه الخميره، وهنا معلقه ديال السكر، وتمر الفينو. الفينو راه ماشي بزاف، تقريبا واحد نص كيلو د الفينو. انا معايا معلقه ديال السكر على اميها، وغنضربها بالبراميكسور مزيان مزيان، نخليها شويه تخمر عاد نزيد لها الفورص ونعجنها. هذا البطبوط كيجي زوين الصراحه، كيجي فارق وزوين. صافي ها هو يا البنات، شوفوا العجينه فين وصلات يا البنات. صافي غادي نزيد في الطحين الفورص شويه بشويه بشويه، تيولي عندي واحد الخليط اللي ما كيتلصق وماشي قاسح بزاف، كيبان لي واقيلا غنديرو في قصريه بالله. صافي غنبقى نزيد بشويه 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 حتى غتولي عندي واحد العجينه مزال غادي تقل حيت باقا خامره. عاد غندير واحد الاضافات اخرين مليحه، شويه الحليب نيدو غبره. ها هو البنات الحليب غبره، واحد المعلقه شويه الملح البنات، واه شويه بشويه عطيت. صافي وخماره يا البنات كي شفتوها. في دابا غادي نزيد غير شويه وغنحاول نجمعها ونديها ونجيبها فوق الخامه، غنحيد القصريه باش نتحكم فيها احسن. صافي يا البنات راني عجنتها صراحه، ما درت لهاش شي عجينه، يدها في يد خوها وصافي. غنغطيها نخليها تخمر ونرجع نقرصها ونخبزو بطبيطات ناشفين. صافي صافي تقريبا راه خمرات العجينه،
شوفي البنات راه كلها نبيلات. صافي غنخرج منها كويرات على حسب نتوما شحال بغيتو فيهم. وغنلولو بهم في شويه تلفينه وغنخليهم يترخاو عاد نبدا نقرص. هاي يا البنات هاي عقلتوا على هذه البنات كانت في ديال العود والناس شراوها وقالوا ما زويناش. ما عرف دابا شريتها هضره ماشي حديد كيبان لكم بحال الحديد راه ماشي حديد يعني صحابات حنا في الاول حديد الساعه لا قيسه ماشي حديد. غرس هنا نشوفوا دوك اول وحده هي البنات الا بغيتوها تسهل عليكم شويه اما كتقرص ما كتقرصش مقاد جهه رقيقه وجهه غليظه وخاصكم تكثروا الطحين باش ما تلصقش. الطحين ماشي مشكل واخا نكثروا غنجمعوا في الاخر غير هي ما عجبتنيش بزاف. صافي انا غنكمل عند راسي غنديرها شويه ساعه درت بزاف صافي نكملو غندير جوج مقالي ونبدا نخبز فيه ان شاء الله. تا ديال العود راه ما مزيان تا هي مزويناش خطا واقيلا الا بغى الواحد يقرصها شويه وي وعطاها هي تكمل ما نعرف ما عرفت. شتي دابا هاد الجنيبات كيبقاو بقاو زوينين هادي جنبه بقاو مشنتفين. صافي يا البنات انا غنكمل التكراس نرجع ان شاء الله نطيبو باش نبقى شويه العشاء. ما عرفتش شنو قلت البنات ربما خاصها تكون صغيره الكريسة. انا غصغرت وحدين وحده قسمتها على جوج. شوف قداش شوفوا قداش درتها وانا غنشوف غتبقاي وحده معاها كتلصق وديري الطحينه تلصق يعني مش طبه معاك. يلاه يلاه سيدي مع ذلك شوفوا هنا رقيق وهنا غليظ هو مشكلتها انها ما كتجيبش الكريسه متساويه مازال هاد الصغارات شويه. هذا هو الحل انا درت زعما على حساب هكا كتكون صغيره احتمال. قسمت وحده على جوج وجينا المزوينه تمني بلا اللي عدو يديرهم صغيورات واللي ما عدوش بلا ما يشريها. صافي انا غادي نشعل المقله باش نبدا نطيب. يلا خليكم معايا. انا يا البنات كملت البطبوط ما شاركتش معكم الطياب حيت راكم عرفتوا الطياب ديال البطبوط. حطي وقلبي في البلاصه باش يجي كله من فوق. شوفوا رجاني كله من فوق هانتوما حتى هذوك اللي قرصتهم بهذيك زعما تنفخوا جا زوين. شوفوا انا درتو على حساب الماكله بغيت غنوريكم هذيك العجينه راها زوينه. شوفوا راه العجينه ديالتها كتجي مشبكه باش نشعل لكم الضوء البنات وما كتاخذش وقت. شوفوا شحال زوينه فهمتوا يعني ما ماشي تبقاو تدلكوا تعاودوا ساهله. الى نشوبه هذه راه مجامده شوفوا راه كارمة بالثلج نديرها في الطحين نيشه المقله هانتوا انا استبه بزاف صراحه كتجي ساهله وعمليه كتجي ساهله علاش ما كتبقاش حاول تجيبو تنقيه ويكون واجد عندك الحوت في الثلاجه كتديني شنو كديري في المقله ما بزاف كنفك فيه حتى يلاه جبدته من الفريكو. صافي كملت هنا الحوت صراحه ما كثرتش كيلو كله حيت غير ريحانة ويوسف ما كثرتش ليهم. هنا درت واحد شويه الزيت غادي ندير واحد شويه شرموله خاف من الزيت صراحه كنت كنقطع الفلفله وداكشي وانا نشوف واحد الفيديو قصير في تيك توك وراتو ليا نهيله
دير فلفل داروا فيها شويه الملحه ولا حماطيشه داروا هكا سدوا على كلشي طاب كلشي دقه وحده. ودارتها حنان اختي هي الاولى قالت لي راه جات زوينه قلت لها نديرها صافي درتها لهم. صافي انا ساليت البنات العشاء قديت لهم عشاهم. ها هو ماما دار هو عزيز عليها وعزيز عليه هذا الشيء كيبغي مره مره هذا الشيء المقلي. راه تقريبا شحال هذه مقليت راه مده ما كنقليش بزاف واخا هكاك عندي واحد مره في 15 يوم كنقلي ولكن الا ما قليتش انا اللي في الدار كيمشي يشري من الزنقه. والله الا كان واحد السيد تحت منا هنا دابا ما بقاش ولا بلاصتو الخبز كان كيبيع الحوت مقلي وهادشي ديال وكان كيهبط يشري من عنده الحوت مقلي ويطلعو وكاع هذاك الحوت راه ديال الزنقه راه كيكون الزيت شويه قديمه. صافي شوفوا راه جا ناشف الحوت ما كيجيش هاز الزيت وحتى البطاطا جات زوينه البنات والدنيجيلات تما جاو زوينين وها الشرموله. انا جبت البنات غنصايب صايكوك صراحه مبقاش كيخطاني ها هو يا البنات مبقاش كيخطاني داك اللي كنت بارطاجيت معكم اخر مره خديته من عندك الدري اصاله الاطلس. هذا راه تقريبا داكشي الكسكسو كاع ساليتو. هذا راه الخماسي هذا كنشدو كنفورو غنفوروني دابا زوين غنفورو ونديرو في بواطه كنتبقاو نتعشاو منه ولا نفطرو منه كتدي منه هي الخدمه. وانا صراحه كيعجبني في الليل هكا ديك الزليفه في العشيه باردو كنتعشى بها وشويه ديال الصدر ديال الدجاج وشلاضه هادشي باش غنتعشى كماشي دابا حتى شي شويه. صافي دابا انا قديت لي عشاء غادي نخلي تيجي باقي ما جاش وغادي ندوز نمسح البنات هاد البوطه شوفوا كي دايره ونرد هادي تفور. هادي راه كسكسو مكسكس كسكسو كسكسو يعني كنفور التفوار ديال الكسكسو ماشي بالبوله ولكن راه فيها الشعير فيها الشعير وفيها إيلان وفيها الشوفان وفيها القمح وشي حاجه اخرى ولكن راه تاكلوها والله ما تضر ما كتضر ما كتنفخ ما حتى حاجه. وعاد هذاك الولد كيبيعو مع البنات رخاصين تقريبا كيلو ب 18 درهم انا كنت كنشريهم ب 25 درهم وحق الله. صافي نسالي وهنا معاكم باش نقادو الدواء ديال فقر الدم. ها العديسه يا البنات اللي حمرت كيبان لكم شي حبات كحلين دوازت لي متحمر غادي نجلس نحيدهم باش ما يجيش باش ما يجيش مار. هو ملي كتكونوا طحنوا فيه كطلع واحد الريحه زوينه منه ولكن راه ما تقدوش تاكلوه بالاخص الا درتوه في الماء راه ما تقدوش تاكلوه. من الاحسن كناخذ له واحد ياغورت ديال النخاله ما كيبانش في وسطو انا غنوريه لكم وكنعطيها تقريبا الصباح ولا العشيه راه مخير مخير زوين. غنقي هاد الحبات نحيدهم دابا نسيد دابا ونقي. صافي ونشارك معكم واحد الحاجه اخرى كانت قالت لي واحد المتابعه الله يجازها بالخير ودرتها والصراحه واعره 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 فن. هذيك الحداقه بنيتي عطينا زعما طيب لنا شاي وعشاها جرحت صبعي اه جرحت صبعها اصلا مريضه هذيك راه ما قالها دارت لك هكاك قالت لي عرفتي اش دارت لك شوف غادي ديال البومادة ديال الجلد ديال العينين اللي اخرى ديال الجلد ما تخليش لك هكاك. صافي انا راه مسحت البنات البوطه قسمنا الشغل مسحت البوطه ماشي مشكل وغسلت الميه نشوف حيت عليا دوك الميعنات. صافي دابا غادي نردوهم يلا صافي وغادير شلاضه نهايله ناكلها انا وياها صايبت انا الشلاضه ديال الخيزو والباربه دازها في الثلاجه تبرد وبركه. انا بحق ما بغيتش الدجاج انا بغيت غير شلاضه صافي مطيشه والخيار كتجي زوينه بارده. صافي انا غندوز نقي البيت هاد العفيفه باش نصايب الريحانه ديك الوصفه ونشاركها معكم دابا. صافي البنات كما كتشوفوا ها نتوما راني كنطحن فيه وكنغربلو في الغربال رقيق في هذا الطحنه هذه غادي نزيد نطحن وشوفوا داكشي اللي كيشيط ها هو راه ما ترميهش هذا راه حرش هذا بحال المسمد نعاود نطحنه ولكنين نعاود البنات نطحنه ونعاود نغربلو باش ما نضيع فيه حتى حاجه. صافي نغربلو شوفوا الغريبي القديد داشا ديال الالعاب ملي فنطحنو ديك الطحانه الكبيره يا البنات بحال اللي كتكون عند العطار وكنديرو كله دقه واحده ولكن ما بقيتش كنكثر وليت كندير رابعه ملي كتقاد نعاود نزيد ملي واقيلا دو الاخر غنحبس وليتي بخير الريحانه داك ما كدوي. صافي نعاود نطحن هاد الشيء ديروها البنات في هكا في شي قريعه ديال الزاج ومن يتقاد عاودوا ثاني طحنوه. هي راه ما كتاكلش ليه العدس ولكن هكا راه حسن راه ما كيجيش باين ولكن في دانون. اما انكم ديروه في كاس الماء راه ما يقدروش يشربوه الوليدات
في دانون، في حليب، كيما الاحسن في دانون كيش شبان. نوريكم كيفاش كندير ليه. صافي خديت انا البنات دانون، خديت غير بنص حيت ما غتاكلش ليا كاس كله، غتاكل غير نصو. وهذا كيعجبني، هذا الغيله اللي بالزرع زوين. بعض الناس كنجيب لها الصغير، كندير لها واحد صغير. دابا عندي هذا، درت لها هذا. صافي غندير فيه تقريبا واحد جوج معالق ديال العدس. ما تخافوش من العدس، راه حيت محمر راه طيب، هو خضر اللي ما زوينش. صافي ها كندير ليه بحال هكا وكنعطيه لها تاكل. ندير احسن طريقه باش ياكلوا لكم العدس هكا، والعدس البلدي، ما تجيبوش العدس الاخر. ولي زيبيناغ مع البنان مع شويه ديال التفاح ومع الليمون، او لي زيبيناغ مع الليمون والبنان، طحنوهم بالماء. خضرين لي زيبيناغ البنات، حتى هما راه فنين فنين. وعاونوا بشويه الكبده وداك الشيء. دابا راه تلا حتى المشماش، ها هو يا البنات المشماش، شفتوا؟ قالت لي واحد الاخت متابعه معانا، قالت لي راه زوين وبصح زوين. طيبت الماء، غادي داك المشمش راني غسلته، كندير الجهد اللي غتشرب. مثلا كتشرب ليا نص كاس في الصباح، كندير ثلاثه المشماشات وكنكب عليهم بنص كاس تاع الماء. الماء طيبته وغنخلي حتى الغدا عاد نطحنهم. مابقاش لا دابا الصباح كيصبح هو هذاك. بسم الله، صافي كنغطي على هاد الطبيصيله البنات، كنغطي على هاد الكويس، كيصبح داك المشمش مرطاب. كندير ليه البراميكسور، كنطحنو غير هو والماء. صافي كنعطيه لها تشرب. مخير مخير، بغيتي نغطيه بشي حاجه، ندير ليه غير هاد البلاستيك. ريحانة يلا اجي هاك، نعطيه لها دابا، نعطيه لها في الصباح جوج مرات في النهار. واحد الدري ولد جيرانه كان عنده فقر الدم، لحد لا خليه والعدس، لكن خذوا البلدي من الاحسن البلدي. حمروه 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 عندكم، طحنوه خضر يضرهم. صافي هذا غنشدو نديرو هنا، شوفوا كي ولا. انا راه شديتو يا البنات وغربلتو، عاودت غربلتو. خليو شي حرج، الا كان حرج راه كيوحل ليهم، غادي يخليوه يولي يرطب بحال الفورس. وعطيوه ليهم مع كما قلت لكم كويس دانون ولا حليبه ولا، المهم ما تعطيوش ليهم مع الماء، ما يقدوش يشربوه مع الماء لانه كيجي مقيت. راه خيب عليكم هكا وراه مجهد بزاف. ايوا صافي هادشي اللي كاين هنا، غادي تسالى الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم، ولا كانت شي حاجه اخرى والله حتى كنسى، اسمحوا لي كنسى، كتبوها عليا نعاود نديرها معاكم ان شاء الله باذن الله. وغنقول لكم بالسلامه عليكم، وخليت لكم الراحه، هي نو هي الريحانه جات، نعطيها الوجبه المفضله لديها باش صحي. نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.